هاي يا جماعة، عاملين ايه؟ عايزة اقولكوا على حاجة، يا رب تكونوا كويسين وبخير. خلصت التصوير اخيرا الحمد لله، شكرا. بنورك. ميرسي يا رامي، شكرا. انتي اميرة. بصوا بقى يا جماعة، أنا دلوقتي عندي مشكلة كبيرة. عندي مشكلة إنه في صفحة على فيسبوك فيريفايد عليها العلامة الزرقاء، وهي مش أنا أصلا خالص، معرفش عنها حاجة. ودي مش الفيك بيج الوحيدة اللي موجودة، في كتير قوي. وانا ما كنتش بهتم، يعني ان في صفحات كتيره مش انا، لكن المشكله ان دي متوثقه. ومن فتره في ناس كلمتني وقالت لي، قلت لهم لا مش انا وما اهتمتش. فالنهارده نازلين عمالين بيتكلموا عن الفيلم او الضجه اللي حصلت بتاعت فيلم السقه ورزق وكده، وبيقولوا كلام على لساني انا ما قلتوش، بيقولوا كلام سخيف قوي. وقبل كده برضو حصل ان هم غالبا اللي ماسك الصفحه بيحب احمد السقا جدا، فطول الوقت بيقعد يكتب كلام عن السقا. انا بحب السقا جدا وكل حاجه، بس يعني مش انا اللي بقول الكلام ده اصلا. فانا طالبه من كل الناس اللي بتشوف اللايف ده دلوقتي، كل الناس اللي بتحبني، انكم تنشروا موضوع انه البيج دي مش بتاعتي، وانا عملت لها ريبورت. ولو تقدروا كلكم تعملوا لها ريبورت، لانه يعني حتى لما الناس بتكلمني تقولي احنا عاملين بيج باسمك بتاع، انا بقول لهم يعني تمام، بس ما تتكلموش عن لساني، ما تقولوش حاجه باسمي. ممكن تنزلوا اخبار انا بنزلها على الاكونت بتاعي اللي هو روح حجاج. عايزه اقول لكم ان انا يعني الاكونت بتاعي سواء فيسبوك او انستغرام روح حجاج، لان مش لاقي اسم ريم، يعني من كتر الفيك اكونتس اللي بتعمل باسمي. لما جيت اعمل الاكونت بتاعي ما لقيتش اسم ريام فاضي، فسميته رو. فبس دانا، انا بحبك حبيبتي، ثانك يو، ميرسي. ونبي يا دانا لو بتحبيني حقيقي فعلا يعني ساعديني. انا الكراش بتاعك يا محمود، والله يعني رفع من روحي المعنويه. حسام كاتب لي 1 2 3 4 5 6 7 8 بحبك. طب اعمل ايه في نفسي دلوقتي؟ بس يا حسام شكرا. ممكن سؤال لو سمحتي؟ طبعا، اللي عايز يسألني سؤال يسألني. تحية من حلب، انا بحب اهل سوريا جدا 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 حقيقي، يعني عندي صحابي كتير سوريين. انا اعرف هاكر واحد صاحبي هخلص لك الموضوع ده. طارق. ماشي يا طارق، اوكي بليز قول له. حقيقي مش عارفه اعمل ايه. المشكله انه انا يعني شغلانتنا دي محتاجه ان الواحد يبقى شاطر في حاجات تانية كتير غير التمثيل، منها السوشيال ميديا وهاو تو انتراكت مع الفانز. وانا مش شاطره في الموضوع ده خالص، يعني مش من الحاجات اللي انا يعني بجتهد فيها بقى نروح اعمل فيريفيكيشن وابقى عارفه في كام صفحه فيك واتابع المواضيع. انا ما بعملش كده للاسف خالص. وانتي ليه عسل كده؟ ده باسم. والله يا باسم يعني يعني بتكسف. شكرا ميرسي. يا جماعة والله بجد يعني، بص كل الناس بتواسيني بتقولي ما تزعلي، انا مش زعلانة، انا بجد يعني. يمكن انتم متابعيني وكده وبتحبوني، في ناس ممكن تكون مش متابعيني، ممكن ناس تكون مش حابيني قوي. انا مش عايزه الناس دي هيعرفوا منين بقى اللايف اللي انا طالعاه دلوقتي. مش عايزه الناس دي تفتكر ان انا بعلق التعليقات دي، يعني تعليقات سخيفه جدا وعلى شغل زملاء انا عمري ما اتدخل فيه اصلا. كبريت الاحمر جامد جدا جدا، مفيش سينما قريب. في فيلم نزل النهارده، فيلم رغده متوحشه، المفروض ينزل النهارده بالليل، واكشلي ممكن يكون في السينما دلوقتي، نزل خلاص. الفيلم ده خفيف جدا وظريف. رامز جلال طبعا مسخره، عامل شغل حلو قوي قوي قوي. انا من عشاق كريم، يا لهوي
يا نهار ابيض، اعمل ايه في نفسي بس يا جماعه؟ ايه ناس، ما هو مش كل الناس عارفه انه مش انا، مش كل الناس زيك، ما انا كنت لسه بقول مش كل الناس متابعاني عشان تعرف انا ولا مش انا. فهم ناس كتير بيفتكروا ان انا من الصبح اصلا بشرب ايه، بشرب قهوه باللبن، بحبها جدا. من الصبح التليفون عمال يرن يرن وانا مش فاهمه، فيه هستيريا يعني، اتاري الناس عايزه تتاكد تقولي او تقولي يعني ان ده بيحصل. انا ما اعرفش، لا مش مركبه رموش بس حاطه ماسكارا. وانا حقيقي مش من هواة الميك اب خالص، بس بحاول ان انا يعني اترين ماي سيلف شويه ان انا بنت متابعه وكده، يعني اقف قدام المرايه واحاول بقى يعني اجرب احط ايلاينر واحط ماسكارا، يعني بحاول بجتهد عشان يعني برضو. قولي بحبك يا لوزة، بحبك يا لوزة والنبي، بحبك يا لوزة والنبي. ميرسي يا ليلى، انا على الطبيعة احلى. في ناس بتقول كده، في ناس يعني ممكن الكاميرا بتحليهم، وفي ناس كاميرا بتطلعهم زي ما هم، وفي ناس كاميرا بتوحشهم شوية. يمكن انا علشان كمان لما بشتغل بغير من شكلي قوي، يعني بحب اعمل كاركترز مختلفة واغير شعري والبس بواريك، ويعني بحب اجتهد شويه، بحب اجتهد الحقيقه. تحيه من الامارات، انا بعشق الامارات بقى بجد بجد، من البلاد اللي لما بروح ببقى منشكحه كده وانا فيها. الامارات بحبها جدا، بحبك يا سما، انا بموت فيك يا سما. قولي بحبك يا محمود، محمود بحبك، صاحبك زي اخويا اكيد يعني ده. كريم انتي جميلة ومحترمة اوي، ميرسي جدا يا كريم، شكرا والله. انا الكلام ده يعني بيبسطني اوي يا جماعة. حاضر يا مصطفى، احاول ان انا اشتغل اكتر من كده، مع ان انا بشتغل كتير اوي، بطحن حقيقي يعني. كنت عايزة اخد اجازة كده استجم فيها شوية، بس شكلي كان اجمل قبل عمليه التجميل. اني عمليه بقى يعني، او تحدد او تحدديني عشان ما لحقتش اقرا الاسم. ايه الجديد؟ الجديد انه صلاح بيقولي اسمر يا اسمره. الجديد انه ان شاء الله في فيلم رامز نزل النهارده، ان شاء الله باذن الله يا رب يعجبكم. يعني يا ريت تدخلوا الفيلم وتقولوا لي رايكم، اكيد هتطلع لايف بعد ما الفيلم ينزل. انا ما قلتلكمش قبل كده ان نظري ضعيف، نظري ضعيف وما بلبس نظارة. وحياة قبلتي حسنات وزعلنا. بس انا بحب قبلتي حسنات يعني بجد، لذيذة صح، بحبها جدا جدا، بحبها في الحقيقة وبحبها في التمثيل. لا للاسف عمري ما جيت الكويت في حياتي، بس يعني انا عندي كده بلان ان انا نفسي الف العالم، فاكيد الكويت هتاخد لها نصيب من اللفه دي. مين اللي بيضحك قوي كده ومسخسخ من الضحك؟ بتضحك على ايه؟ ده انا داخله اعيط. ان انا يا بخت القهوه، اقسم بالله قهوه باللبن مش قهوه، بس اختراع حقيقي. مور لايف صح، انا هبقى اطلع لايف اكتر من كده بكتير علشان انتوا عندكم حق. لا ما انا بقول لكم انا مش شاطره في المواضيع دي، بس يعني بحاول اجتهد، يعني بحاول ان انا انزل صور اكتر، يعني هحاول ان انا انتر اكت معاكم. يا سندس، سندس بحب دور سندس قوي، يعني من الأدوار القريبة على قلبي جدا، وأنا مبسوطة إن ناس كتير متابعة الكبريت الأحمر وإن هو عاجبهم. عماد أنا معجب جدا بتمثيلك، ميرسي جدا يا عماد، شكرا والله. لاينز أحمد السعداني بحبك أوي أوي، أنا بحبك أوي أوي عشان أنا عارفة إن أنتوا دايما متابعيني، بطبيعة إن أنا وأحمد بنشتغل كتير مع بعض، ف بشوف كل حاجة بتنزلوها وببقى مبسوطة بيها جدا. فتاة أحلامي يعني
ميرسي، شكرا. مساء الفل ميتو، مساء السكر روان، انا بحبك قوي يا رو. ميرسي يا رو، انتي كمان رو زيي.